لها حاجه بقى المره دي يا بابا. ايه عايزه تسيب حقك في دي كمان؟ ايه ده يا ابني، خلينا نفهم هي عايزه تقول ايه. نفهم ايه؟ هي دي جوازه خايبه برضه هناخد رايها فيها؟ دي جريمه، كل اللي اشترك فيها لازم يتسجن، واولهم البيه الدكتور المحترم. انا اول حاجه عايزك تعملها انك ترفع قضيه خلع. خلع ايه؟ طلاق؟ هو اصلا ملوش عين ما يطلقكيش بعد اللي عمله ده، هطلقك منه ورجله فوق رقبته. ليلى انت متأكدة يا بنتي من حكاية الخلع والطلاق دي؟ اعملوا اللي انت شايفينه صح، بس انا عندي طلب اخير. البنت عايزة اشوفها، لازم اقابلها. دي هتفرق في ايه بقى ان شاء الله؟ معلش ريحني، عايزة اشوفها. خلاص يا حبيبتي براحتك، اعملي انت عايزاه. زياد أجل يا ابني موضوع الخلع والطلاق ده. أجل إيه؟ ده أنا من بكرة الصبح هبتدي أمشي في الإجراءات. شيخ جابر،